وبعد الفاصل مشاهدينا بنواصل مع حضراتكم أخبارنا، ولسه مكملين معاكم في أرض الفيروز. دولة الإمارات العربية افتتحت معارض للمنتجات اليدوية لأهالي أرض الفيروز. كاميرا 90 دقيقة كانت هناك متواجدة في إمارة الشرقة بدولة الإمارات لتغطية فعاليات المعرض الدائم للصناعات المصرية، وعلى رأسها طبعا المنتجات السينوية. نشوف مع حضراتكم التقرير ده. تلبية لدعوة من بعض المسؤولين المصريين والمقيمين في دولة الإمارات العربية الشقيقة، شاركت المنتجات السينوية اليدوية في المعرض الدائم للصناعات المصرية بإمارة الشارقة. الجناح السينوي لفت انتباه الحضور وخاصة القائمين على المعرض واللجنة المنظمة، الذين أكدوا حرصهم على مشاركة التراث السينوي في معرض الشارقة. فوجئنا بحاجات رائعة بصراحة، يعني احنا نعرف سينا بجوها بجمالها بمناظرها الطبيعية، فوجئنا في سينا تانية كمان صناعية وحاجات مبهرة بأمانة. سينا في قلبنا كلنا، وهي من أهم الأجزاء في مصر، والمنتجات السينوية اللي موجودة منتجات بتاعت حرف يدوية وبتاعت أسر منتجة، وحاجة بتعبر عن قد إيه إن الإنتاج مش بس مصانع، لا ده كل بيت ممكن يبقى مصنع. دقة صناعة المنتجات اليدوية السينوية وألوانها الذاهية، مؤكدين أنها تعبر عن تراث سيناء الأصيل التي كانت سفيرا ناجحا بالمعرض. الحمد لله وبتوفيق من ربنا ان احنا موجودين النهارده في المعرض الدائم للمنتجات المصريه في الشارقه، وده يعني نقطه مهمه جدا ونقطه قويه. الحمد لله رب العالمين، نحن قدرنا نوثق علاقاتنا خاصه في الفتره الاخيره بشكل كبير، ونتمنى ان شاء الله من خلال المركز التجاري المصري الموجود في اماره الشارقه جنب مركز اكسبو الشارقه انه يقوم بعمل كبير. حاليا نحن شفنا المنتجات وشفنا المعرض في نقله نوعيه من ناحيه يعني الكواليتي تحسن بشكل كبير، الجودة تحسنت. يعني إن شاء الله هذا المعرض يستمر ويكون فيه لزوار وتجار من المنطقة هني، ليخدم قطاع التجارة ما بين إمارة الشارقة خصيصا ودولة الإمارات ومصر. إحنا في بيننا وبين دولة الإمارات يعني أذواقنا في المفروشات تواكب الأذواق الإماراتية، فإحنا بنشتغل حاجتين في المفروشات، مفروشات منزلية بتتطرز على الماشينز ومفروشات منزلية هاند ميد. المنتجات المصرية يعني معروفة في كل العالم، عندكم بالنسبة للجرانيت للرخام للأحجار، شفت الستاند مال سينا، منتجات سينا معمول يدوي. معانا حوالي 50 شركة، ومنهم حوالي 8 غرف من اتحاد الصناعات، وفي ناس نخبة ممثلة كبيرة هنا للمصانع. أبناء سينا عاملين جناح مميز مع الظروف اللي هم فيها، ولكن قدروا يورونا المنتجات بتاعت أهالي سينا. إذ هي المنتجات السينوية البدوية التي زينت وأضاءت الجناح المصري بالمعرض الدائم للصناعات المصرية، وكانت خير شاهد على روعة ومهارة أبناء سيناء في الحفاظ على تراث وطنهم. صفاء صابر لـ90 دقيقة.